يو شباب، اهلا وسهلا. اليوم الفيديو عن البطولة الجديدة. حاليا في بطولة براو ستارز واللي هي البطل المجاني، فحبيت ان اعمل حب التغيير. بدل ما نلعب تعريق او بدل ما نلعب تشكيلة غبية، خليت تشكيلتنا تكون عبارة عن عجلة الحظ. في 3 مابات بهاي البطولة، كل ماب رح نختار 3 شخصيات تختار لنا يوم لعجلة الحظ. يعني هاي تخيلوا جينا مثلا مثل بول، بريمو، روزا، اكيد رح نخسر، بس ما خلينا شوي نعيش الاكشن حبتين، فانه ليش لا؟ اوكي ليتس جو. اول شيء نحن 3 اشخاص فلازم ادورها 3 مرات، فبنقول بسم الله برو. يلا يا رب شيء. هلا اول شيء الي بعدين لاعب ثاني بعدين لاعب ثاني. تمام، فانا دود اقسم بالله لو بده ما يطلع لي ستول ليفل 11 عندي. تمام، عندي فل. فليتس جو. انا ستو. تمام، حلو اللعب. اذا انا ستو انا بكريهم. عندنا الثاني 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 الثاني. هوب 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 هوب. اوكي الصقر واللي هو بو. تمام، حلو حلو. اعتقد في انه بتعرف تلعب عالم بيلعبوا بو. اهم شيء ما يجينا مثلا تانكات كثير. تمام، اهم شيء ما يجينا تانكات كثير. اللاعب الثالث واللي هو كخ حياخذ جيسي. والله تشكيلتنا او بي نايس، بداية ايزي فوز. من هلا لكم ايزي فوز. اوكي يا شباب، الماب ابو كلب. تمام، هذا يمكن من اسوأ المابات اللي بلعب فيهم بالنجمي، فان شاء الله يكون الوضع كويس. بس انا عندي ستو، ما انا عندي ستو فايزي فوز. شكلهم اول جيم يضلوا كيوت. بوتات اما الله يظلم، كلنا بوتات كيوت. لازم مش بوتات، نعم تمشي. والله حاسس حالي انا البوت. اوكي، اول فوز ايزي ضدك نوعا ما بوتات، فحنكمل بنفس التشكيله. فان شاء الله ما يدوم هيك الحال البوتات يا شباب. انا اللعب اللي كويس ما اريد اضيعه على البوتات. تمام، اريد اعرق، اريد اشوف لعب كويس. اوكي ضدنا تشكيله كويس وصعبه حبتين، يعني بازو وحالي. هوب هوب هوب. قرب قرب يا قلبي، قرب قرب يا قلبي، قرب. اوكي كرو، والله كرو ما ناوي اخير، والله ما ناوي اخير. سوي اخوه كثير. لا 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 فوز. اوكي اوكي لسه عندنا الفوز. ساتنا 7-4 ساتنا 7-4. كرو انا ماني هون، كرو انا ماني هون. شوف الايم، لعبت الايم. اوب اوه دود يا اخي يا اخي، استوعب حرفيا افضل شخصيه في اللعبه. يعني ما اعرف شو ممكن الحظ اللي بيكون عندي لحتى يعطيني اكثر شخصيه بحبها انا بالبدايه. يعني والله الوضع مو طبيعي. ايزي جيم برو، ثاني جيم وحاليا انا انتصار ثاني وصندوق فضي ابو كل. ما فيش جوائز كثير سيئه، ما فيش جوائز كثير سيئه. اوكي فايبر والله حتلقمنا. شوف حاططني وحده على طول هنا نزل النص. والله فايبر ليفل ماكس مرعب يا شباب، والله مرعب. بدي بس العب بالسوبر، بس العب بالسوبر انا خلاص وضعي بالسليم، وضعي بالسليم. والله بوضعي باحمد. نايس حلو. اوكي شوف يا اخي ليش كانت قوية فايبر؟ ون شوت يروح نصيري، عيب. هوب هوب دود ما راي طاقة تماما. اوكي شباب، الفوز هذا بيكون اخر جيم لنا بالتشكيلة هاي، واخذنا 3 صناديق فضية ما طلعنا ولا حتى جير ولا اي شيء. فعلى كل حال حنبدا بالمود الثاني واللي هو مود الخزنة، وان شاء الله تكون الشخصيات بيضربوا عن بعيد. لو كانوا مثل بريمو روزا اكلنا برو، اكلنا كنادر، يعني عن جد اكلنا كنادر. اوكي بسم الله بسم الله بسم الله، اعطوها اعطوها يلا بليز بليز. انا اول شيء شخصية حلوة، انا شخصية حلوة، انا ما بيهمني اي تيم، المهم انا شخصية حلوة. تمام فايبر جاكي كارل وربي ميني حلوي، ميني هون بتنفع. تمام عندها مدفع. فاوكي بطل بعده، البطل بعده يا رب شي كويس برو، يا رب شي كويس. اوكي 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 يعطيها ليون، ساندي، العصفور، صبارة، سبايك. سبايك اعتقد ينفع، والله سبايك اعتقد انه بينفع. البطل بعده، البطل اللي بعده جني، جني سبايك. بني تشكيلة كتير حلوة ترى يا شباب. اوكي اعتقد هي تشكيلة حلوة. دود او ضد بريمو، ضد بريمو. اوكي اوكي شكله عامل عم تعمل تحديات بس ولا كيف؟ ليش ممكن واحد شخص ياخذ بريمو؟ دود تعال يا كيوت تعال. بريمو والله كنت حابب اكون طرف بريمو ضد سبايك كمان، يعني مش انه بس بريمو، لا ضد سبايك كمان. اوه بريمو ليتس جو ضد بريمو. ما اعرف شو ممكن شخص يتعاطى حتى ياخذ بريمو هون. اوكي هلا نضرب هذا. لا 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 انا ضربت جو، شوف الحظ ضربت السوبر كان جايته. اوكي اوكي نايس نايس، في عنده حمايه المدفع. اوكي خلاص المدفع مسكنا. جي جيز جي جيز دود ربي اني محظوظ اني اخذت بني هون. بني حرفيا اوبي، بني اوبي بشكل لا تسوي فيها خوي. بس لا ودايناميت كمان، يعني ابدا تشكيلي ما ظابطه يا شباب، والله ابدا ما ظابطه. جايزي اللي بعدها. اوكي كمان كله صندوق اخضر. اما بطل شيء كويس، ما بعرف احط له بطل اخر شيء كويس. ليش تدبري بطل؟ ليش تدبولي وداريل؟ هذا اغرب فيديو يمكن اصوره بحياتي.
ليش بكل شخص طبيعي يعني بفكر ماخذ تانكات بهذا الماب؟ هذا الماب كله عبارة عن ضرب من بعيد، تمام؟ بدك تاخذ مثل بايبر بيل، اي شخصية تضرب عن بعيد، بس دارين بول والله وضعهم ما طبيعي. انا متأكد انهم ما مستحيل يكون العالم بتفكر، مستحيل. شوف دارين دود وربي مسكين، ما انا دارين ليش ممكن شخص طبيعي ياخذ هيك شيء؟ ايزي جيم دود ضد بريمو. انا مستحيل القاعد يصير مستحيل، تمام؟ القاعد يصير مستحيل، يعني مستحيل يجيك شخص اخذ بريمو بهذا الماب، مستحيل. انا يعني انا بقول لك يا لاعب هذا الماب كثير وكثير بكره الماب، بس مستحيل اشوف بريمو فيه. شفت كثير اشياء مجنوني بس اني اشوف بريمو ما اخذه بكل ثقه، يعني والله وضعكم ما طبيعي، صدقوني وضعكم ما طبيعي. تاخذ ايزي جيم كمان ايزي، ولا بيبي كمان، يعني ما طبيعي والله ما طبيعي. دمي شيك دمي شيك، خلاص ايزي جيم. شوف شوف شوف، اوكي اجانا البين، اوكي فكرت البين بس اوكي لحد الان الوضع تمام. اصلا في بين كل السنة دي، اوكي كل السنة دي توني منتبه. اوكي خلاص اتوقع بالجيب، هلا حاليا جمع الجواهر، جمع الجواهر خليني اشوف الماب. والله لو تجيني تارا، اقسم بالله لو تجيني تارا هلا انا بكون اكثر شخص مظلوم، مستحيل يعني مستحيل. اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. شي كويس شي كويس شي كويس، عنا جاكي. جاكي والله انا تنفع، انا اعرف اني نوب يعني وما بقيم كثير، فجاكي اختياره كويس الي. تمام عندنا جاكي بريموس 2 ايمز دود، اوكي عاطل المعرقين ايمز هني بكروني فما يأثر. عندنا هلا حاليا جاكي وايمز، شي بطل ثالث ما يفرشوا مكان فرانك، تانكين وايمز، الوضع غريب، الوضع كثير غريب. ضدنا اول شي تارا، اوكي اوكي شكله بدت الصعوبة، هلا بدت الصعوبة، ضدنا تشكيلة كثير قوية يا شباب. اوكي 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 ريلاكس ريلاكس ريلاكس، خلنا يجيهم. اوه يو انقم، وقت الواحد بيطلب انه يعرق لازم نعرق شباب، تمام؟ تعال انت هيك، تشكيلاتهم كلها تعري بس لعبوا ابو كلب، تشكيلتهم كثير قوية يا شباب، لولا وتارا يعني وساندي كمان كلهم كويسين هون، فما عرفت ليش هيك لعبهم. شكله بيعرف انه هون تشكيلة كويسة بس ما بيعرف يلعب بالتشكيلة نفسها. تعال انت هيك يا قلبي، هوب هوب يا اخي لعبت جاكي شباب، والله لعبت، ترى جاكي من اصعب الشخصيات. يو ايوه زاكي والله تشكيلتهم يا شباب والله ايزي جيم لهم، يعني لو عن جد بيعرفوا يلعبوا ايزي جيم لهم، بس لعبهم غريب كثير غريب. اوكي ضدنا تارا روزا جنة، او انا مره اكلنا كنادر، اللي قبل لكم عن جد لو اجوا معرقين اكلنا كنادر. ويش روزا يو هوب هوب، روزا اعطيني دمج كمان اعطيني دمج. اوكي لا 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 غلط 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 غلط، خلينا نكون ريلاكس، روزا او مني بكثير وعندها سوبر هلا كمان، اعطيها وحده هيك ون شوت نايس، يا لزفتي القمي ساعه وانا بلحق تارا يا شباب. كفو عليك كفو عليك كفو عليك نايس، اسحبني انا ايه اعطيها انا اعطيها، تعال انت هيك كمان، ما في سحبت الروز بس اوكي، ماني متعود على الطريق ماني متعود على الطريق. لكن مش كتارا عند السوبر، فلو قربت انا بس حضحي بحياتي عشان اروح للسوبر، ليتس جو. اوكي ترى ما حلوه الحركه هي، لا هي ما هي كانت الفكره تبعتي، ما هي كانت الفكره. اوه تارا زفتي عاد، تعال لهون القم القم القم. اوكي حاط الدرع ولساعة بضربها وحرفيا بدمجها يمكن 50 دود، اجينا كافي انه يسحب. اوكي 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 لسا نعمل لسا نعمل لسا نعمل، نحن معنا اكثر بس هم مش كانهم تعرف، ممكن تعمل رومنتات باي لحظة. اوكي عملت السوبر كانك انا اضحي بحياتي عشان اروح للسوبر، يب نايس. اوكي انا بس بحاول انا اروح للسوبر لتارا، يعني تعبت تارا السوبر بس انا المهم اروح لها، لانه عن جد لو مسكت واحد منا خلاص كنا كنادر. اوكي لا راحت الجواهر، اما عاد دود ما عندي جهاز. اوكي اوكي عادي شباب، لا تخلوا خساره تخلينا نتأذى. هلا بتجي اوكي ضدنا تشكيل صعب تاني، دود التشكيلات ضدنا كثير قويه، نحن مشكي عندنا تانكين تمام، تشكيلتنا احنا كويس عندنا ايمز بس تانكين كثير صعب، اوكي ممكن تانك واحد تمام بس تانكين كثير الوضع غريب. القم هديك براسك، تعالي ماكس تعالي تعالي يا قلبي. اوكي انا حضل هون حضل هون انا البادي جارد، اوب 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 الله الدهش دود. اوكي نايس نقفز هذا الجيم، بالله عليكم خلنا نفوز بالله عليكم، استنى اخر فوز بنجيب البطل، اخر فوز بكون جبنا البطل بتشكيلة ابو كلب، يعني حرفيا التشكيلة ابدا ما ظابطة تمام، اذا اجوا عالم بيعرفوا يلعبوا حنلقم، يعني هاي التشكيلة ضلنا كم شوي كانوا بيعرفوا عالم بتعرف تلعب حنخسر على طول، بس انه الحمد لله شوي مجنوبس. اوكي اخر جيم كمان تارا، يا خليش كله تارا وليون وبيل،
اكلنا كنادر والله. انا ونحن التانكات اكلنا كنادر. اوكي خلنا اروح هون اكمبر لهم شوي شوي. اوكي في تارة قدامي. تارة 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 القم. اعتقد من شكلي يا شباب تظن حرفيا كلهم اواعي التانكات اليوم. بيل تارة فكلهم اواعي التانكات. يو شباب يو 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 اي ليتس جو. ربي هوبي يا اخي ربي هوبي يا اخي راحه نفسيه هيك تضجع العالم جاكي على طول هيك اصبر وحركات. اوكي اكتشفت انه جاكي شخصيه كثير هوبي والله شخصيه كثير هوبي. يو بوم اوكي اوكي وان شوت وان شوت نايس حلو خلص من بين خلاص اتوقع فزنا فزنا بليز. لا عليكم لا عليكم هيك بنقدر نقول فزنا البطولة بشكل كتير تعري. تمام بشكل كتير تعري كان التشكيلات الشخصيات كلها وكلب بس المهم انه فزنا. المهم انه فزنا يا شباب. اوكي هات جيب البطل جيب البطل ولو انه البطل يعني ما هالقوي كتير وسهل انك تجيبه انه بطل استثنائي بس ما هيك كان بطل حلو. فبس يا شباب هذا كان فيديو اليوم ان شاء الله شكرا لكم على الفيديو ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو وشكرا لتواجدكم بهذا الفيديو شكرا انك وصلت لهذا الحد من الفيديو. بس شباب مع السلامة.